السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم متابعين الكرام. لوحظ في مدينة المطلع وفي غيرها من المدن هناك ظاهرة مو طبيعية. يا أخوان، الواحد لازم ينتبه من الأمر هذا، خاصة والله في أم عيني رأيت قسيمتين طبعا رأيتهم يا جماعة، مجرد ما سوى صب القواعد بنفس اليوم بطل ويبي يسوي رقاب الأعمدة. يعني يا جماعة، هل هذا هو معقول؟ يعني في نفس اليوم تصب القاعدة وبعدين بنفس الوقت تبطل الخشب وتبي تصب مرة ثانية بنفس الوقت رقاب الأعمدة؟ هل هذا يجوز يا جماعة؟ إيش هذا الإهمال من صاحب القسيمة؟ صاحب القسيمة أنت مسؤول أمام الله عز وجل، هذا بيتك وبيت أهلك وعيالك، لازم الانتباه في مثل هذه الأمور. حاول أنك تراقب المقاول ولا تخليه بنفس الوقت يصب بنفس الوقت يروح يسوي مصنعية أو نجارة الرقاب الأعمدة. إيش السرعة هذه؟